شوفوني. متابعات كي دايرين بخير؟ السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بحول الله غنديروا واحد الكونسيبت رائع جدا، واللي هو كونسيبت كنا كنديروه شحال هذا، واليوم غنديروا إعادة الإحياء، المواجهة والمقارنة. اليوم غادي نقارنوا ما بين واحد جوج الحوايج مقاربين، غادي نقارنوا ما بين المسمن المعمر والمسمن المعمر. غنبان لكم بحال قلت نفس الجمله، ولكن كاين واحد المسمن معمر كنعرفوه حنا كاملين، اوكي، وكاين واحد المسمن المعمر غيبان لكم بحال طاكوس، ولكن هذا راه كيتسمى مسمن معمر، فهمتي؟ دونك الكونسيبت ديال الفيديو كالاتي: غادي نقارنوا ما بين المسمن المعمر المغربي 100% التقليدي، غنصايبوا راسي من اح حتى لزيد مسمن الشحمه باختصار، وغنصايب عاوتاني طاكوس كوميل سو دوا، زعما داكشي طاكوس، وغنقارنوا بيناتهم وغنشوفوا شكون اللي احسن، فهمتي؟ غنديروا مقارنه، انتما تشوفوا كيفاش من ناحيه التمام، من ناحيه الشكل، من ناحيه المذاق. الناس اللي قدام راهم عارفين هذا الكونسيبت. هذا هو الكونسيبت ديال الفيديو. قبل ما نبداو اخوان الاخوات ديالنا، خلي معكم واحد لايك وتابعونا في لاشين، اكتبوا لا كلوش، نبداو الفيديو. امشيو غنتقداو التقديه اللي خاصها هنا. ليتس جو. غير الفيديو اللي داز قلت لكم صافي، راه الجو تقاد، الشميشه كذا، ما كاينش الغيوم، ما كاينش الشتاء، شنو الجو كيداير؟ شوف السي محمد، طلع لي في راسي هذا الجو هذا، قسما بالله. غادي نمشي غندير واحد الحركه خطيره جدا، واللي هي غادي نمشي غنشوف واش ممكن نلقى مسمن المعمر ولا مسمن الشحمه ونشريوه باش نقارنوه مع المسمن اللي غنقاد في الدار. حركه ذكيه جدا، شكرا جزيلا. نورمالمون خاصني نلقى في واحد البلاصه كاين هنايا واحد الجزار عربي كيبيع هذا الشيء متنوع، وغنشوف واش غنلقاه ولا لا. ليتس جو. رحله البحث على المسمنه بقى مستمرة. الاول لقيتو ساد باقي ناعس جابد على واقيله. غادي نمشيو عند الثاني ويا ربي نلقاوه عنده باش طلع فيديو مزيانه. مع كامل الاسف والتاسف ها هو المحل الثاني حتى هو ساد. ما غاديش نجربوا المسمنه المعمره ونقارنوها مع اللي غندير انا، وخا اللي غندير انا غالبا غطلع حسن زعما. ماشي مشكل، غنمشيو نتقداو داكشي اللي خاصنا بعدا ونمشيو للدار نبداو نقادو داكشي. صافي، مع الاسف مع الاسف. With it, I put the work in. You can find me where the turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curve me. Showing up to the show when the girls know that I'm worth it. I'm finna go up from area. I got the hip stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Woo! Why this? Right. وفي لاصال كنهز 60 كيلو في البرا، هاد الميكا محلاتني. المهم ما علينا، نوريكم التقدية اللي خديت. ما كنتش ناوي نتقدى هادشي كامل، كنت ناوي ناخد غير شي حاجة وصافي، وقدر الله ما شاء فعل. بسم الله. راكم عارفين البرانسيب، في ذاك الفيديو قلت لكم جربت كاع أنواع لي ساميانغ، تيقوا فيا هادي أحسن وحدة، الآخرين حارين بزاف. الكحلة راه صوص بيستو مريضة ديال الحامض، رحمة سيدي ربي. صويا صوص الحلوة، صويا صوص المالحة، بصلة بصلة، الروز الروز، ما كاين غير لونطريمو ولاصال وتفجير العضلات وازعاج السكينة. كفتة حلالا طيبة، حلال بدا حلال، حلال، رحمة سيدي ربي. بزاف لينوي راهم صحيين ديال لاصال، وخايبان لكم زعما هاد لينوي كنقادهم بالبرانسيب ديال الرامين، يعني ماشي كنقادها بوحدها وكناكلها، غتكون غير صحية. شنو كندير معاها أنا؟ كندير معاها لي صوص، كندير معاها التومة، كندير معاها البصلة، كندير الخيزو، كندير اللحم ولا الدجاج، كندير البيض، شامبينيون، يعني كيولي بلا ديال الرامين، بلا متكامل. والعطرية اللي فيهم مرة كنستعملها ومرة لا، حيت كنستعمل العطرية الخاصة بيا اللي كتطلع بعض المرات أحسن من العطرية اللي حاطين فيها. طباخ ماهر بكل تواضع صراحة، ما بغيتش نعيق عليكم بهذا المهر. ها هو الهوت دوغ. البيض، وصلتني بعض الأنباء والأشعة أن البيض في المغرب كيدير درهم ونص، هنا رخص من المغرب. مشمن، كيوصلوني لي ميساج في انستغرام تيقولوا لي واش باقي غادي في التحدي ديال لاصال ولا لا. مع الأسف غادي فيه، ولكن ماشي كيما كنت باغي. الماكلة شوية عيانة، لاصال ماشي 4 مرات في السيمانة، وغنحاول إن شاء الله إن فوا نقاد بعض المشاكل اللي عندي جانبية، وغنتكونسونطرا على لاصال مزيان، وغتشوف الأبديت ديال لاصال دقة دقة في انستغرام ديالي كاين في الديسكريبشن. اجي اجي اجي، عاد تفكرت واحد القضية كنت غنساها. شوف لي يا سيدي واحد الفيديو اللي حتوها لي نتوما، لقيتوها في تيك توك. شوف شنو هاد المهزله كنعيشو. وعاد راه كاين بزاف لي كونت في تيك توك سميتي، راه حسبتهم ها واحد 7 ولا 8. جبت لكم واحد الخبر يقد يعجبكم ويقد ما يعجبكمش، ما عرفتش الصراحه. اخيرا كرييت كونت في تيك توك اوفيسيال.
انا اصلا ما عنديش كونت في تيك توك يلا كريتو واصلا ما كندخلش التيك توك كاع مره يعني عمرني استعملته ما عرفتش كيفاش دايره وشنو ولكن كرييت كونت في تيك توك وغادي نبدا نكري فيه كونتنت وغنكون اكتيف فيه يعني كل سيمانه ربعة الفيديوهات ولا خمسه في السيمانه فلهذا كندعيكم الاخوان والاخوات وخاصه الاخوات غتلقاو اللين ديال التيك توك ديالي اللي هو ديالي ماشي فوكم غتلقاوه في الديسكريبشن وفي اول كومونتير مرحبا بكم تما وغالبا غيكون فيريفي غندوموندي الفيريفي باش يبقى مميز على لي كونت الاخرين اللي كاينين اللي هما ماشي ديالي واخا فيهم بزاف الارقام اللي كبر من الكونت ديالي لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش لي فوكم ديالي فيهم لي زابوني اكثر من الكونت اوفيسيال كملوا الفيديو ها دابا بسم الله الرحمن الرحيم دابا غادي نبداو نقادو في المسمن المعمر واللي هو مسمن الشحمه اللي كنعرفوا حنايا هنا شريت العجينه ديال المسمن علاش شريت العجينه ديال المسمن حيت الا حاولت نعجن العجينه في الدار غادي نتعطل بزاف وغادي يوقع لينا بحال اللي وقع لينا في الفيديو اللي قبل العجينه واجده غنشدو العجينه غنحلوها غنحطوا العماره ديال المسمن جمع ليا المعلم ها هو مسمن الشحمه واش هنا عندنا الكفته وهنا عندي مطيشه وبصله والثومه اللي غنقادو بها العماره ديال المسمن والزيتون خاصنا مقيله بعدا كينات مقيله كنحس شي حاجه ناقصه شي حاجه نسيتها المستملحه امي قبل ما تغوتوا وتقلقوا سمعوا غير المستملحه بعدا راه واعره بزاف وبين قوسين يعني ماشي شي حاجه شنو هي الحاجه اللي صغيره ومربعه وصفراء يلا ركز مزيان صغيره ومربعه وصفراء شنو هي مربع صغير صفر سهلة زعما صافي سمحوا لي باقي لحد الان كنتسنى في هذا الموس الياباني يحفى باقي ما بغاش يحفى شوف اوب ثوما لاحظت واحد الملاحظه غريبه جدا الثومه ديال اوروبا عيان يعني ماشي مجهده بحال الثومه ديال المغرب الثومه ديال المغرب المعلماتي ريحتها كي دايره هذيك تحس بها كبيره بزاف على شي قداش وما فيهاش تقريبا ريحه مجهده خفيفه واه طب الزيتون المحال غنديرو عندي واحد الحاسه سادسه كتقول لي بان الزيتون غيجي عيان انا والله ما ندير ما انا كاع كفيته شتفته ممتازه غادي نقطعوها شرائح صغيره مكعبات مملحات ما بقاش المملحات خصني نشريها تفوق بزار البزار ما بقاش خصني نشريه تفوق الزيت ها هو باقي بركه من الزيت غنمرضو تحميره ورقه سيدنا موسى او باللغه العربيه اوراق الغار هادو اوراق الغار وانا اغار عليها اكثر من اوراق الغار أغار عليها من نفسي ومني ومنها ومن مكانها والزمان ولو أني خبأتها في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني ترى ما كاينش معاه من مكان واحد الريحة ذكية كطلع من هاد الشيء الإخوان مبشرة بالخير شوف السي محمد زدت مع طوماط كونسونتخي باش ها كونسونتخي ما طاش هاد الحك باش ياخذ اللون جميل جدا ويلي الرائحة جميلة جدا دابا شوف معايا السي محمد التقنية اللي غنستعمل في هاد العجينة ديال المسمن نعم سيدي هنا عندنا خمسة المسمنات أولا خمسة العجينة ديال المسمنات هاهي الفكرة كالآتي غنستعمل جوج تقنيات التقنية الأولى مسمنة وحدة غادي نسرحوها مزيان وغنعمروها بالحشوة غنعاود نسدها وتاني الخطة الثانية هي نشد المسمنة ونحط فيها حشوة ونغطيها بمسمنة أخرى عاوتاني بسم الله شويه زيت سرحوها هكا هاك شويه الحشوه شدوا واحد الجهه نهزوها جهه اخرى بحال الطاكوس بحال الطاكوس جهه اخرى وغتجي بحال هكا شويه زيت ها المعقول ها هي مسمنه ديال الشحمه ممتاز نعم سيدي شوف السي محمد شوف السي محمد واش مسمن الشحمه ولا ماشي مسمن الشحمه شوفوني امور تحت السيطرة ايه مسمن ديال الشحمة حقيقي بحال كاين الدخان الدنيا مشمشة برا الفيديو غنكملوه بحال هكا الضو ديال الله زويون دابا غندوز للمرحلة الثانية من الفيديو اللي غادي نقادو فيها المسمن المعمر ديال فرنسا حيت كاينين بعض الناس في المغرب كيسميوه تاكوس وكاين البعض الاخر اللي كيسميه مسمن معمر بسم الله الاوراق ديال المسمن المعمر هوت دوغ كفته فورماج صوص اندلس
فريت ركزوا معايا مزيان عاوتاني باش تاخذوا الفكره والخبره والطريقه كيفاش تقادوا طاكوس في الدار يجيكم واعر. هوت دوغ. واحد الملاحظه لاحظتها غريبه، هذه الكفته اللي هي مجمده ومصنعه في الشركات كتكون بنينه على الكفته العاديه، نورمالمون ما خاطرش تكون احسن منها. شنو كيديروا فيها زعما؟ راه خبير في هادشي فهمتي. نديروا لي هكا الكفته والهوت دوغ ها موجودو. اسمع اسمع صوت الكنيسه. فرماج، هو جا عامر فرماج. صافي دابا نتسناو الفريت يطيب، باقي معطلنا. بلي ما طاب الفريت غادي نجمعوا واحد شويه. كي دايرين بخير؟ كي غادي مع قرايه؟ عطيها الناس. الفريت ما كيطيبش بزاف فاش كنبغيو نديروه في الطاكوس، كنطيبوه نص طيبه. تمام سيدي، بحال هكا تماما. ها واش شتي ولا ما شتيش؟ شوف اسي محمد حطوه، اسهل ما كاين هو الطاكوس. شوفوني، ومن هاد الجهه وصلى الله على نبينا وسلم. دابا غادي نبداو المقارنه الشيقه ديالنا ما بين مسمن معمر ديال الناس الهاي. واش بغات تكون الهاي؟ الناس البرجوا، وهذا مسمن معمر حقيقي. شوف اسي محمد، لوحه فنيه ممتازه. دونك بسم الله ندوقو. بيرفكتو. دابا ندوزو الصح. بسم الله. نسيت نسيت. المذاق فيه غريب ولكن ناضي، بحال درت فيه الفرماج وانا ما درتش فيه الفرماج. كنظن واقيلا المذاق الغريب جاي من العجينه، ابار هادشي راه واعر بزاف. مسمن. دابا غنشوفو المقارنه. غادي نبداو من ناحيه الشكل. تاكوس ما فيهش شي شكل اللي واعر زعما، باغ كونطخ مسمن الشحمه فيه واحد الشكل رائع كيشهي. نقطه لمسمن الشحمه وزيرو للتاكوس. من ناحيه الثمن، المسمن ما غاليش، التاكوس غالي. نقطه ثانيه لصالح المسمن. دابا غندوزو للمذاق. تاكوس فيه بزاف الانواع ديال التاكوس، وكل واحد والمذاق ديالو، وكنلقاو تاكوس عيان وكنلقاو تاكوس واعر. تاكوس الواعر هو اللي خاصنا نقارنوه مع المسمن. فاش نقولو تاكوس واعر راه فعلا كاينين تاكوسات ناضين بزاف. اما المسمن الشحمه فغالبا عنده مذاق واحد، يعني في المغرب كامل كنلقاو مسمن الشحمه واحد بمذاق واحد تقريبا اللي حنا كنا عارفين. ففي هاد الحاله نقدر نقول لكم المذاق طبيعه الحال المسمن ممتاز. تاكوس. نقطه ثالثة للمسمن. اخواني اخواتي سيداتي سادتي، وصلنا لافان ديال الفيديو. يا رب الكونسيبت يكون عجبكم. هادشي اللي كاين، خلي معكم واحد لايك وتابعونا في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه اللي غتكون نهار السبت مع الجوج. ركزوا معايا مزيان، كل سبت مع الجوج دخل للشين غتلقى فيها فيديو جديد. هادشي اللي كاين، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه ان شاء الله.